كان عم حسين حلمي من ستيرلي كتب أغنية جميلة قوي اسمها نورت يا قطن النيل، ولحنها عمنا محمد صادق، واحدة من أهم الأغاني اللي اتقالت على القطن. وإن واحنا صغيرين كده نيجي نجمع القطن ده ونسمع الأغنية دي دايما، كانوا يعملوها لنا كده على تسجيل قديم بقى، كان يبقى موجود كده أو كان دايما تيجي في الإذاعة المصرية تقول لك إيه بقى؟ نورت يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل، اجمعوا يا بنات النيل يا الله، ده قطن جميل حلو ما شاء الله، وتشتغل انت بقى. وكنا في الغيط بقى واحنا صغيرين كده، كنا من الزهو بتاع الاغنيه دي تحس ان انتوا ايه في عالم تاني. العالم التاني ده ابيض، اه والله ابيض. المنطقه اللي انا واقف فيها دي من اجمل الزرعه اللي انتوا ممكن بصوا البياض، بصوا خلقه ربنا سبحانه وتعالى للنبات ازاي، بصوا البياض نفسه طالع ازاي بالشياكه والحلاوه والجمال ده. هتلاقوا في الكاميرا كده زملاء وهم بيصوروا هتحسوا كده ان انتوا في عالم تاني. الـ 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 البتاع دي اللوزه الطويله اللي هناك دي بصوا شكلها عامل ازاي، يعني تلاقوا فيها كده احساس بالعظمه، والله تحس كده ان هي بتفتخر ان هي واحده كده. دي مثلا واحده كده من العظمه اللي واقفه اللوز اللي زي ده. احنا في اجمل محصول بيتزرع في الارض. المحصول ده بيمتد تقريبا ل 2 متر والبعض بيقول 3 متر في الارض، بيغذي الارض، بيروق الارض، بينهض بالارض، بيحيي الارض. ده محصول القطن اللي احنا ترددنا او تراجعنا في زراعته من 2000 من سنه 1994 لحد سنه 2015، وكانت الصناعه يعني على وشك انها يحصل لها حاجه وحشه. الحمد لله رب العالمين احنا في تقدم مذهل جدا. احنا عندنا دلوقتي بننتج تقريبا 335 الف فدان سنويا، احنا داخلين على ان شاء الله باذن الله 650 الف فدان سنويا 2025. يعني هنرجع نستعيد تاني الوضع بتاعنا. احنا كنا قبل كده بننتج 1,800,000 فدان ايام من اول محمد علي لحد فترات متقاربه. تراجعنا في المساله دي بس الحمد لله رب العالمين الدنيا هتمشي. انا هنا في قريه منشيه رحمي مركز اقصى محافظه الفيوم، واحد من اجمل الزراعات او واحد من اجمل الزهور او واحده من اجمل او واحد من اجمل الحقول اللي ممكن تشوفها. القطن يا جماعه، القطن 90% من الناس زمان اتجوزت بسبب القطن. اه والله انا كنت بتتجوز لما بنبيع القطن، بنبيع محصول القطن. انا بتكلم على الفلاحين. تعالوا نشوف جولتنا ونشوف هنروح لفين وهنجيب منين وهنشوف الزراعه فعلا وصل مرحله متقدمه ولا لا. يلا بينا. ده واحد من اكبر الحقول بنسميها كده بالبلد الغيطان يعني اللي بتزرع قطن في الـ في الـ في القريه هنا. دي طبعا قريه منشيه رحمي مركز اقصى، صح كده يا دكتور؟ اقصى، محافظه الفيوم. طبعا الفيوم دي لو احنا هنتكلم عليها ونقول مواويل كتيره، يعني مساله الزراعه والاعتناء بالزراعه والاهتمام بالزراعه حتى من شكل وجمال الحقل او الغيط. هتلاقوا المجموعه اللي بتشتغل كده تحس ان وهي بتشيل القطن من اللوزه في محبه كده، في احساس كده باحساس بالجمال، يعني ان احنا تعبنا في الموسم اللي فات فيعني بنجني جنايه حلوه. يعني انا عاجبني الشكل العام، يعني بيرجعنا كتير والواحد وهو صغير كده كان بيجني القطن في الغيط بتاعهم في الريف وهو لاخره، فدي حاجه لطيفه جدا. يعني خلينا هاخد برضو معايا في الإطار ده الدكتور مصطفى عمارة، صح كده؟ تمام. دكتور مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن. نعم.
ده واحد بقى من اللي يعني اللي تقدروا تقولوا ايه ده الـ 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 القاموس بتاع زراعة القطن في مصر دكتور مصطفى، وبالتالي هيدينا كده فكرة مبسطة احنا فين بالظبط، فين احنا بالظبط يا دكتور؟ في الأول احنا بنرحب بحضرتك وكل فريق العمل موجود مع حضرتك في مركز إقصى في الفيوم، تحديدا في مركز في منشيت رحمي، قرية منشيت رحمي اللي هي موجودة هنا. معروف في إقصى عندنا هنا هو ان احنا طول عمرهم بيزرعوا أقطان الإكسار، يعني الزراعات اللي احنا فيها ديت أقطان إكسار. بمعنى هي أقطان إكسار ان هي الأقطان اللي هي باخد منها بذرة العام القادم، دي بتتزرع بتعاقدات مع كبار المزارعين اللي هم بيلتزموا بالتوصيات الفنية اللي معهد القطن بيطلعها ووزارة الزراعة بتطلعها تحديدا. زي ما انت شايف كده حضرتك مساحات واسعة اكتر من 70 فدان في المنطقة اللي احنا فيها، بتتم الزراعة فيها في اوائل ابريل اوائل مارس ومنتصف مارس، تمام، على اساس ان زي ما حضرتك عارف محافظه الفيوم منخفضه عن سطح البحر كتير وكده، وبالتالي ان درجه الحراره بتبقى فيها اعلى من الجمهوريه، ولازم يزرعوا بدري، هي طبيعه الارض كده، لان هو بيزرعها بعد بنجر بعد المحاصيل الشتويه، وبالتالي بيعمل اخلال الارض مبكر، فبيزرعها مبكرا في التوقيتات دي. القطن بيقعد معاه زي ما احنا عارفين بيقعد معاه حوالي من 5 لـ6 شهور. صنف جيزه 95 احدث الاصناف اللي هو استنبطها معهد بحوث القطن في هذا الصدد، وان شاء الله العام القادم هيكون في صنف جديد احنا مطلعينه، صنف 98 هينزل السوق التجاري ان شاء الله. اهم ما 95 98، 95 98 طبعا. زي ما انت حضرتك عارف ان احنا في الاقطان الابل بالذات او الاقطان المصريه عموما بتسمى بصنف بالاسم جيزه نسبه الى المحطة بحوث الجيزه اللي هي الرئيسيه، وبعد كده بتاخد ارقام متدرجه على حسب تاريخ ظهور الصنف. وهنقول لحضرتك ان احنا غيرنا المسميات في الفتره السابقه تحديدا هذا العام لعده اسباب هنتكلم فيها. الاهم ما يميز هذا الصنف ان هو قصير العمر. يعني ايه قصير العمر؟ ان انا ممكن ازرعه زراعات متاخره بعد المحاصيل الشتويه واغنيه مبكرا. هنا العمليه الجني اللي احنا شايفينها ديت بتبتدي من اول منتصف اغسطس على مستوى محافظه الفيوم كلها. كمان بتقعد قد ايه يا فندم؟ نعم بتقعد قد ايه عمليه الجني دي؟ عمليه الجني دي تتراوح على حسب المساحه. على حسب المساحه بتاعته، يعني الغيط الواحد بينزل فيه من 15 ل 20 نفر بيجمعوا على مدار يومين ثلاثه يخلصوا الفدان ده كله. فهي عمليه الجني وبتبتدي بقى من امتى؟ بتبتدي من بعد صلاه الفجر الساعه 4، من الساعه 4 العمال يبتدوا يتجمعوا عشان درجه الحراره ودرجه الحراره، بيخلصوا تقريبا على الساعه 10، على الساعه 10 بيخلصوا او 9 في بعض الاحيان، عشان زي ما انت شايف ده قبل العصر وده قبل المغرب بشويه. لا 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 ما فيش، هو هي اليوميه بتاعتهم ما عادش زي زمان. زمان كان بيقعد لحد الظهر، كنا بعد لازم كنا نبدا لحد الظهر كده، الصبح لحد 12 وبعد كده يريح شويه وينزل بعد الاياله ينزل عشان ايه يشتغل لغايه بالليل. ما عادش الكلام ده الغداء والحاجات دي وكده. لا 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 ما عادش الكلام ده. اهم ما يميز عمليه الجني عموما في على مستوى الجمهوريه ان هم الجماعه اللي هم بيجنوا بدري الصبحيه دي بعد الفجر بيبقى في حاجه اسمها عب الندى، ان الصبحيه الجو بيبقى برد الندى بينزل، فبيبقى ان الندى موجود على اللوز نفسه تلاقيه مرطب شويه. طب دوت انا لو مش مرطب قوي ده مش مرطب، ما انا هقول لك ليه بقى هو مش مرطب ليه. لان انا لو خزنته او عبيته وكبسته بالرطوبه بتاعته دوت هيعمل لي مشكله. ايه هي؟ ان هو في عمليه الحليج بعد كده بيكتكت. يعني ايه كتكته؟ يعني عامل كتل. دي حاجه. الحاجه الثانيه الرطوبه مع الكبس بيعمل لزوجه في الشعر، يعني انت كل حاجه بدقه عشان انا ما وفي نفس الوقت ممكن يؤدي لعمليه الاشتعال. تلاقي بعض المخازن في الشون والكلام من ده تولع، بيرفع درجه الحراره بتاعتها. فعشان نتجنب هذه المشاكل دي كلها زي ما احنا شايفين هنا في مفرش محطوط. المفرش ده بيجيب عب الندى يحطه هنا هو الاول ويفرشه.
حد ما ينشف يعمل عمليه تطاير للندى على ما الساعه تيجي الساعه 9 يعني ولا حاجه. ده مجني من عب الندى ده مجني وقت عب الندى فاحنا هنا بننشره من بعد تمام بننشره في المكان وينشره بتيجي الفلاحات بيقلبوه 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 لغايه ما الرطوبه تتطاير وبعد كده ايه بيقوم معبيه. بالنسبه للمساحه اللي هي بتاعه الفيوم اللي هي مزروعه عندنا السنه دي 14635 فدان على مستوى الفيوم من اجمالي 334 ألف وكسر على مستوى الجمهورية اللي هي زادت عن السنة اللي فاتت زي ما احنا عارفين 100 ألف فدان على الأقل لأن احنا السنة اللي فاتت كنا زارعين 227 ألف فدان السنة دي المساحة زادت وده طبعا زي ما احنا عارفين زيادة دي نتيجة السياسات التسوية والخطة اللي انتهجتها الدولة في النهوض بمنظومة بس ده أقل بكتير برضه من اللي كان قبل كده كان أقل بكتير من اللي كان قبل طبعا كده طبعا أقل بكتير احنا وصلنا يعني لو نتذكر في الخمسينات والستينات كنا وصلنا مليون انا فاكر و850 ألف في بعض الأحيان وكنا بننتج منهم أكتر من 10 مليون إنطار في التصدير. دلوقتي احنا احنا المساحات قلت احنا كنا وصلنا بعد تحرير التجارة الحرة من سنة 94 حتى 2015 كانت اقل مساحة ودي كانت كارثة جدا بالنسبة لنا 131 الف فدان ودي كانت مشكلة جامدة جدا في مقابل 343 دلوقتي في مقابل الحاجات القديمة دي احنا الحمد لله بفضل السياسة اللي انتهجتها الدولة بداية من 2015 وابتدت الدنيا تمشي معانا واحدة واحدة نتيجة سن القوانين اللي هي لان احنا عارفين ان احنا بعد 94 وقعنا على اتفاقية الجاد اتفاقية الجاد دي تجارة حرة ما عادش فيه التسويق التعاوني بتاع زمان زي ما كنا بنشوف الافلام وكلنا فلاحين وبننزل الارض وبنشوف الحاجات دي كلها ما عادش كانش فيه التسويق التعاوني بقى تسويق حر بقى التاجر والفلاح منهم لبعض فبالتالي بدا يتحكم بدا يكون في ظاهرة الجلابين اللي هم بياخدوا الدواليب الاهلية ويخلفوا ودي اللي عملت مشاكل بعد كده متراكمة نتيجة الخلط في الاصناف وهكذا. طيب الدولة تنبهت لهذا الموضوع من اول 2011 بدأت تدرس الملف دوت وحطت الخطة الطموحة للنهوض بمحصول القط سواء في محور الزراعة أو محور التجارة أو محور الصناعة وبدأنا من أول 2018 نبني ثمار هذا الموضوع تحديدا. التطوير اللي حصل من أول 2018 حتى اللحظة 2022 اللي احنا بنتكلم فيه دوت أكتر من التطوير اللي حصل في تاريخ 200 سنة بتوع القطن من اول ما القطن دخل مصر 1800 استناني حضرتك بتقول ان من 2019 2018 يعني الخمس سنين دول نعم حضرتك عملت عمليه تطوير في منظومه القطن سواء في الزراعه او الصناعه او التجاره قد اللي اتعمل في 200 سنه سابقه من اول ما القطن دخل مصر. اجمعوا يا بنات النيل يا الله غمدوك وفي القطن ما شاء الله. حضرتك برضه بس ناكد على المعلومه اللي حضرتك قلتها لان دي معلومه مستقبليه مش في الماضي. حضرتك بتقول في 200 سنه احنا في خمس سنين بنعمل عمليه اعاده هيكله افضل بكتير من 200 سنه فاتوا. تمام توضيحها بس بصوره سريعه هي في عجاله سريعه زي ما احنا عارفين القطن من اول ما دخل من ايام محمد علي حتى 2017 كان القطن مر بمراحل عديده. طبعا كان بيستنبط الاصناف اصناف بريه بتستنبط بجهود شخصيه من قبل العلماء اللي هم الاجانب اليونانيين والانجليز لما كانوا موجودين من ايام محمد علي وبعد كده حتى تم انشاء مجلس مباحث القطن. مجلس مباحث القطن دوت اللي هو معهد بحوث القطن حاليا هو اللي مسؤول عن تطوير كل هذه الاصناف على مستوى القطر المصري كله. دي جزئيه تم استنباط الاصناف الى ان وصلنا الى الجوزيبيان بربادنس اللي هو الجنس بتاع القطن المصري نفسه دوت اللي هو يتميز بان هو طويل الطيله وفائق التون. بعد كده عام 1935 تم انشاء بالإضافة لمجلس مباحث القطن مصنع الغزل والنسيج اللي هو موجود عندنا في المعهد ده لأن احنا مش زراعه بس احنا زراعه. طب الخامة اللي هي بتطلع ديت عندي بتخش الصناعة وبتخش المغازل والكلام من ده فلازم أنا يكون عندي أقدر أطلع اختبارات عشان الجينو طيب اللي أنا بعمل له تربية واختيارات عشان ينزل في الزراعات العامة بعد كده يكون ملائم. هو العصر الذهبي لزراعة القطن كان عهد محمد علي
كان عهد محمد علي وما بعده. اللي فات عهد محمد يعني علي وما محمد بعدها علي كانت لا يعني كان على كان من حوالي 150 سنه كمان. كان محمد علي بينزل بنفسه يشرف على الزراعات بتاعت القطن. عشان كده عمل القناطر الخيريه لتنظيم ري اراضي القطن كلها على مستوى الجمهوريه. تم انشاء مجلس مباحث القطن ومصنع الغزل والنسيج عام 1935 الى ان ضم بعد كده لمركز البحوث الزراعيه اللي تم انشاؤه عام 1971 تحت مسمى معهد بحوث القطن. معهد بحوث القطن زي ما احنا عارفين مكون من 10 اقسام بحثيه بيخدموا على القطن، 5 انتاج و5 تكنولوجي. الانتاج هم اللي بيستنبطوا الصنف ويعملوا له التوصيات المثلى من خلال الاقسام المختلفه الخمسه، وبيحافظوا على الصنف دوت عشان يستمر في الزراعات العامه لاطول فتره ممكنه. لان في حاجه عندنا ان انا ما اقدرش اغير الصنف كل فتره، لان المكن اللي هو موجود في المصانع وخلافه مصمم ان هو انا بظبطه على مواصفات الجوده بتاعه الصنف بتاعي. طيب دوت انا برضه اركز على الخمس سنين اللي حضرتك تفضلت. تمام تمام. بعد كده من 2011 تحديدا بعد كده لما حصل تدهور نتيجة الدخول المرحلة اللي هي سنة 94 وقعنا على اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي أصبح التسويق حر زي ما قلت لحضرتك ما بين التاجر والمزارع، فأدى لخلط الأصناف وما فيش رقابة في الأسواق والكلام من ده. القطن بتاع إبل بينقلوه بحري عشان بياخد سعر عالي، يجي بعد كده نسوقه بعد كده في الخارج تلاقي الشكارة عاملة زي طبق الكشري ما فيها خليط من الأصناف، وبالتالي حصل تدهور فيه. حتى عام 2015 تحديدا ما كناش بنصدر قطن، كان كل المساحات اللي هي أو الكميات اللي احنا كنا بنصدرها ما كانتش بتتقبل وكانت بترجع لنا تاني علاوة عن احتياج السوق المحلي، فبالتالي أصبح في أولوية للأمن الغذائي على الأمن الكسائي. فأنت هتأكل الناس ولا تشربهم، واخد بالك؟ فأنت لازم توفر لهم. ومنافسة المحاصيل الأخرى للمرتب القطن، في عندك غلة، في عندك ذرة، في عندك محاصيل زيتية، في عندك محاصيل طبية وعطرية، دي كانت بتدي ربحية أعلى للمزارع، فبالتالي كان بيتجه ليها أنه هو يزرعها وما يزرعش القطن، وبالتالي المساحة قل. لما تنبهت الدولة من 2011 لهذا الملف ابتدت تعمل خطة متكاملة لتطوير القطن زي ما احنا قلنا، وابتدت بسن القوانين اللي هي بتستثني اقطان الاكسار زي الغيط اللي احنا موجودين فيه دوت من عمليه التداول الحر. اللي هو السنه الجايه اللي انا هاخد منه اللي انا هاخد منه دواء هزرعها السنه الجايه على التوسع. تمام. ده قانون اول من اول القوانين اللي هي الدوله خدتها عشان تقدر تتحكم فيها في تداول الاكسار، ما تبقاش عرضه للتجاره الحره وخلافه، عشان تقدر نطلع منها بالشراكه مع معهد بحوث القطن واداره التهاوي في الوزاره ان احنا نطلع بذره نقيه خاليه من السلالات المتداوله من التهاوي الغريبه الجينو طيب المختلف الاوف طيب الكلام ده كله، عشان نقدر نديها للمزارع تديني جوده متناسقه زرع زي ما انت شايف كده الغيط اللي احنا فيه. طيب. تلاقي الزرع فيه. ارجع برضو لايه لل 2017 ل 2000 من اول بقى 2018 لحد من اول 2018 الجديد بقى اللي احنا يعني داخلين عليه الخطه بقى اللي دخلت فيها وزاره الزراعه قامت مشكوره بالتعاون مع معهد بحوث القطن في استنباط اصناف جديده كلها اللي هي تلائم التغيرات المناخيه اللي موجوده. تمام. تلائم لنا الظروف الجويه غير مناسبه، وده حصل. الاصناف الجديده عندنا اللي موجوده عندنا صنفر من اول 94 95 96 97 و98 اللي هينزل الجاي، انا كده عملت لك حوالي 5 اصناف من الاصناف الجديده اللي هي موزعه على مستوى الجمهوريه كلها بتسمى باسم جيزه. كل هذه الاصناف بتتميز نمره واحد بالانتاجيه العاليه. احنا لو كنا زمان بنفتكر كنا لا نتعدى 5 قناطير للفدان، النهارده الاصناف اللي احنا بنتكلم فيها بتتعدى لو المزارع التزم بالتوصيات الزراعيه المثلى مش هيقل عن 8 انتار. المزارعين اللي هم متميزين ما شاء الله عليهم هنا في محافظه الفيوم في بعض المراكز جابوا 11 و12 و13 انتار، ودي حاجه ممتازه جدا من صنف 95 اللي هو بيزرع في اصناف ابلي. هو الانتار بكام دلوقتي؟
الانطار على حسب منظومه التسويق الجديده اللي احنا عاملينها. لو نفتكر السنه اللي فاتت كنا في حدود ال 4000 فدان، 4000 جنيه للانطار. السنه دي ابتدينا اول مزاد اشتغلنا فيه وكمتوسط سعر عاد الجديد بقى موضوع البرد المزادات 5000 ونتيجه السوق الحره والعرض والطلب العالمي، لان احنا داخلين في البورصه العالميه للقطن، فالسعر حاليا وصل 4400 جنيه للانطار، وده سعر مربح جدا للمزارع. ليه بقى؟ لان هو متوسط الانتاجيه العاليه اللي عنده ديت بيجيب منها سعر كويس مع لما نضربه في المتوسط وشيل منه 15000 مصاريف وجاني وخلافه، قول هنشيل منه 20 لا هيحقق له ربح اقل ما فيها 15-20000 جنيه في معدل خمس شهور. برضه الخمس سنوات اللي حضرتك بتقول عليهم دول اللي يخليني السنه الجايه والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها هعمل ايه في ظل المنظومه، عشان برضه اقول للفلاح انه اللي عنده رغبه ان هو يقبل على زراعه القطن بعد التراجع اللي حصل في تمام. احنا اسوأ سنوات في عمليه التراجع دي حضرتك تفضلت بيها. نعم قلت اللي هي من عندك من اول 94 حتى 2015 تمام. ده اسوأ، دي كانت اسوأ فتره ان احنا كنا مرينا بيها في المساحات والانتاجيه والسمعه العالميه اللي هي بدات تقل واحده بواحده نتيجه طبعا المشاكل اللي احنا كنا عارفين اللي احنا مرينا بيها. الدوله اللي حطت ايديها على الملفات دي تبتدي تشوف نقاط الضعف وتقويها. زي ما قلت لحضرتك احنا في معهد القطن اهتمينا باستنباط الاصناف الجديده دي اللي تتحمل الظروف المناخيه والستريس بتاع التربه. يعني احنا جايين في تقدم لزياده المساحه، جايين في تقدم لجوده الانتاج مش كده؟ تمام. جايين في ابداء رغبه للفلاح او حث الفلاح انه او حد الفلاح انه لا تعال ازرع قطن تاني. الجزئيه اهم جزئيه في الجزئيه ديت حاجتين، ان انا الفلاح لما بيطلع المنتج اللي عنده دوت لا عايز يسوقه لو ملقاش مشتري له مش هيزرعه. تمام. الدوله دي تنبهت للجزئيه ديت وبالتالي عملت تطوير لمنظومه تسويق القطن من التجاره الحره الى المنظومه التسويق الجديده. هي تجاره حره بس ولكن بتعتمد على عرض والطلب، وعملت لها عمليه تنظيم. بمعنى ايه؟ منظومه التسويق ديت اللي اشتغلتها وزاره قطاع الاعمال وابتديناها من اول 2019. انا عشان كده بقول لك من بعد 2018 ابتدينا عمليه التطوير، وابتدت المنظومه ديت على اقطان الاكسار تحديدا، وبعد كده عممتها على اقطان التجاري على مستوى ال 14 محافظه اللي احنا بنتكلم فيها. التجاري والاكسار، الفرق ما بين التجاري والاكسار زي ما قلت لحضرتك الاقطان الاكسار السنه الجايه اللي انا هاخد منها بذره للسنه الجايه عشان ازرع بيها المساحات اللي انا عايز ازرع المساحات. تمام. المستهدفة. اما الاقطان التجاري دي بتتحلك برضك تبع الدولة على حسب الخريطة الصنفية للمحالج والاصناف. تمام. وبعد كده بتخش في السوق التجاري. تمام. بتروح للتجار. تمام. بتروح المعاصر بعد كده، لان البذرة اللي هي بتاعت الاكسار ما بتخشش معاصر. من ضمن منظومه الحاجات اللي هي موجوده في منظومه التسويق الجديده ان احنا السويله اللي عندنا لازم تكون السويله من الجوت او الخيش عشان نجني فيها القطن بتاعنا ونعبيه فيها، ما نعبيش شكاير بلاستيك تماما خالص، ونخيطه بالخيط القطن. ليه بقى؟ لان الخيط القطن دوت اضمن حاجه ان هي تحافظ لي على الجوده وسمعه القطن المصري العالمي. لك ان تتخيل ان مليمتر واحد من البلاستيك او مواد البوليمر اللي هي بتتفرفد ديت نتيجه الشكاير البلاستيك او الخيط اللي هو بروبلين، مليمتر واحد شكاره اسمي يعني شكاره بلاستيك لو وقع منها مليمتر واحد في الخيط ده مش خيط. حضرتك بتقول لي مليمتر واحد ده لو نزل ودخل في مراحل الغزل والنسيج هيبوظ الدنيا، بيبوظ لي ما يعادل من توب 800 متر قماش. 800 متر قماش، لا اله الا الله، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. 800 متر قماش، 800 متر قماش بيبوظوا بسبب المليمتر واحد دوت اللي يعني دخل. انا هاجي اعمل زيك كده اشوف الدنيا ايه، هتخربش مش مشكله كنا بنعملها زمان في البلد عندنا في القريه عندنا. يعني لو في طبعا هو خيط بلاستيك، العمليه اللي هو بيعملها دي لو في خيط بلاستيك صغير جوه كده، لو في خيط بلاستيك جوه تبقى مشكله
تبقى مشكله المشاكل. ولذلك من ضمن الحاجات اللي هي الدوله عاملاها المحالج الجديده اللي هي عاملاها، المحالج الجديده بتتخلط لي من اغلب الشوائب اللي هي موجوده فيه عشان انتج باله قطن مغلفه جيدا للتصدير، بترفع معدل التسويق بتاعنا بمعدل 40%. بشكر الدكتور مصطفى الشكر جزيلا على يعني الاطلاله اللي عملها كده، ماضي مستقبل، ماضي حاضر مستقبل، واكيد حضراتكم انا نفسي استفدت منها كتير، ودي يعني هتتكتب بالتفصيل كده على الاسترابات على الشاشة، وحضراتكم اكيد شفتوها او هتشوفوها، لانه دي جزء كبير منها يهم المزارع اللي المفروض عنده نية انه يزرع. هتزرع ليه؟ زي ما تفضل دكتور مصطفى احنا بنزرع ده حوالي 343 الف فدان، صح كده؟ 334 الف فدان. احنا هدفنا 650 الف فدان خلال سنتين بس، يعني لحد 2025 يبقى الامر هيوصل للضعف، وده طبعا وفق اليات بقى السوق العالمي واليات التجاره العالميه وتحديث الصناعه والاخره. فده شكل مختلف من اشكال الاهتمام بالقطن عما سبق. انا طلعت بقى قلت اعمل كده زي محمد واشوف الدنيا يعني بتتكبس، صح كده؟ كبس القطن. طيب يا دكتور مصطفى، المفروض الشكاره دي قد ايه يا دكتور؟ الشكاره فيها 157 كيلو ونص اللي هو الانطار، القطن الظهر 157 كيلو ونص. تمام. بعد كده لما بيتحلق بيديني انطار القطن الشعر. تمام. الشعر بيبقى 50 كيلو. يعني الشكارة دي لازم تطلع انطار؟ تطلع انطار، تطلع اقل. المهم ان احنا بنقيم الانطار 157 157 كيلو ونص. تمام. اللي هو انطار القطن الزهر. تمام. الزهر اللي هو ايه اللي احنا بنجمعه من على الشجر. ما تجيبوا يا معلم شويه قطن تانيين والنبي. هات يا ابني شويه الشعر وفي بذره. هات يا كبرنا والله. تمام. الله يكرمك عشان انا قمت بالواجب في الحته دي. ايوه. واحنا بنشتغل كده لقيت محمد شغال بقى وعمال يكبس في القطن زي ما انا بعمل لكم كده. هو واخد الموضوع ده مني انا، يعني المفروض انا كنت بعمل ده زمان وانا اكبر منك يا محمد، برضه اقولك في السن بس، لكن في المقام انت كبير. فلقيت محمد بيكبس كده، قلت اما اطلع اكبس زيه كده. صح انا اقل منه شويه بس شغال في المساله دي، فبساله بقول له انت اتجوزت يا محمد؟ قال لي اه. قلت له اتجوزت امتى؟ قال لي في موسم القطن. صح كده يا محمد؟ صح. في البلد هنا في القريه بيتجوزوا في موسم القطن. اشمعنى في موسم القطن يا محمد؟ في رزق. حلو قوي في رزق دي. انا برضو في البلد وفي القريه عندنا زمان قريه تفانى الاشراف معظم الناس اللي كانت بتتجوز كانت بتتجوز في موسم القطن ده عشان يروح يبيعوا القطن. لما كانت القطن بيروح البتاع مكان الشونه والبتاع كانت الستات بتزغرط وهي رايحه القطن رايح الشونه، وكانوا بيزغرطوا كمان والفلوس جايبين الفلوس وجايين. الفكره بتاعت انك تشتغل في القطن وزرع القطن ما قلتش يعني؟ مفيش مره كده سنه بتقول بلاش نزرع قطن؟ لا مفيش. انت سنك كام يا محمد؟ 22 سنه. من يوم ما وعيت على الدنيا وانت بتعمل في زراعه القطن؟ ايوه نزرع قطن. مفيش مره كده والدك ولا انت بس خدت قرار قلت بلاش نزرع قطن بقى بلا دوشه بلا بتاع ده بيتعبنا؟ مفيش مره عملت كده؟ لا مفيش. بجد؟ بجد. طب يعني حددناك طول عمرك كده تزرع قطن انت واولادك؟ ايوه ان شاء الله ازرع قطن. طيب الزرع عشان بيجيب فلوس ولا عشان انت حبك للزراعه نفسها؟ ده بيجيب فلوس. عشان بيجيب فلوس. ايوه. يعني لو في زرعه تانية بتجيب فلوس اكتر من قطن تزرعها؟ لا ما عشان قطن برضه حلو بنزرعه. بتزرعه؟ ايوه. طب في ايه اكبر زرعه هنا منتشره في البلد خلاف القطن؟ القطن والقمح. يعني انت مبسوط؟ مبسوط معاك. طب اديها بقى بالبتاع. انا مبسوط بيك يا محمد والله. متشكرين يا محمد. اوبا مغزي. يلا يا كبير تعالى كمل يلا. خش يا كبير.
طبعا انا مديك البتاع ايه خلصاه. ها انت بس هتعمل تمشيه صغيره كده. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ بتنظف ال... اه دي بتنظفها قبل ما تطلع على ال... على يعني ده اساس في ال... في الشغل. أيوة بعد ما ي... اتفضل. ايوه ماشي اتفضل حضرتك. ايوه قبل اسمح حضرتك ايه بدري فرق. طب انا لقيتك بتنظف كده في ال... في الحاجات وبتشيل بعض ال... بعض الحاجات اللي ممكن يعني تضايق محمد وهو بيعمل الكبسه دي صح كده؟ ايوه. الحاجات دي ضروريه؟ ايوه. طب اعملها كده قدامنا كده يعني شوف انت بتشيل ايه وبتعمل ايه و... دي لازم تتعمل يدوي يا عم. أيوة. عم بدر. ايوه ماشي. يا عم بدر. بقى لك كام سنه عم بدر بتزرع قطن؟ يجي 30 يعني. انا طلعت ليتنا بنزرع قطن. لا والله. والله انت عايز تقول لي انت عندك 30 سنه؟ انا عندي 45 سنه. 45 سنه؟ عم بدر من ساعة ما ربنا خلقني وانا طلعت. انت ليك احفاد بقى دلوقتي كده عم بدر؟ ايوه طبعا. لا والله. والله 45 سنه دي ليك احفاد ازاي؟ انت متجوز عندك 12 سنه؟ الحين بتتجوز صغيره بقى. لا والله. والله ربنا يبارك لك فيهم يا عم بدر. ربنا يبارك لك فيهم. طب قول لي يعني الدكتور مصطفى كان بيتكلم على انه القطن يعني شاف فتره مش حلوه في من سنة 94 لحد سنة 2015. انت برضه كنت بتزرع؟ ما استغنيناش عنه برضه سنة وكنا بنزرع. لا والله. والله. طب هتستمر قد ايه بتزرع قطن يا عم بدر؟ لا لحد مدى الحياة. لا ده القطن ده. طب ده انت كنت المفروض تسمي بقى ولد او بنت من اللي خلفتهم بقى ربنا يديلك الصحة. واحد واحد اسمه قطن واحد اسمها لوزة. ها؟ احنا بنحب يعني ايه؟ بنحب زرع القطن والله. لا والله. والله. يعني خلاص ده حاجة في دمك. ايوه. ربنا يديك الصحة يا عم بدر. ربنا يديك الصحة. طيب ده جزء من اللي كان عم بدر بيعملها. اعملها كده تاني يا عم بدر. وبعدين الحاج احمد عبد الفضيل راح داخل في الموضوع. مين بقى الحاج احمد عبد الفضيل؟ اللي هو صاحب الارض اللي احنا فيها. وهنا الحاج احمد عبد الفضيل بيقول لي معلومه برده مهمه. اولا هو من كبار المزارعين في القطن. ليه كام يا عم احمد هنا؟ ملكية أنا أسرتي نملك 130 فدان. آه. المزروع منهم قطن الموسم ده 60 إن شاء الله السنة الجاية قلت يبقى 70 باقي المساحة. يعني أنت جزء كبير من الأرض مزروع قطن تقريبا النص. بتزرع قطن بقالك قد إيه يا حاج أحمد؟ طول عمري أنا بتزرع قطن. طول عمر. وأنا أصلا ليا خبرة في مجال القطن يعني أنا أفهم في فنيات القطن الحمد لله جزء بسيط. عم اللي كده الحتة الحاجة اللي أنت هتنقيها قول لي وأنا أشيلها وأوديها. أنت كده نقيت دول؟ والله انت جامد قوي يا عم بدر والله جامد. خدها كبير. لو لقيت حاجه انت نقيها بقى. ماشي يا كبير. بالنسبه للقطن يا ريس اتفضل يا عم. نظام البيع. النظام حاليا دلوقتي المنظومه الموجوده. منظومه عادله. ليه؟ لان بيتم البيع طبقا للرتبه والتصافي. قبل كده في النظام التسويق العادي كان كله زي بعضه حلو زي وحش. دلوقتي ارض من ارض بتختلف في السعر حسب نسبة التصافي. تمام. اللي هي كمية البذرة في القطن نفسه. تمام. البذرة بالنسبة للشعر. تمام. والرتبة كمان اللي هي النظافة الحاجات اللي هي الشوائب دي. تمام. اللي احنا بننظفها. تمام. ماشي بتقلل برضو الرتبة والرتبة طبعا بتقل مع السعر. طيب ما فيش سنة ما زرعتش فيها؟ لا الحمد لله. طيب الحمد لله. ال- ال- الكلام على انه في 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 فترة كانت بنمر فيها بزراعة القطن كانت وحشة قوي وفي فترة جاية ان شاء الله احلى. ان شاء الله. انت متوقع ان الفتره اللي جايه تبقى احلى في زراعه القطن؟ الحمد لله. هي بدات من السنه الماضيه. من السنه الماضيه بدات اسعار القطن اصبحت عائد. لان خلي بالك بالنسبه للفلاح بيهمه انه يقدر يصرف على الزرع. العائد الاقتصادي اساس. تمام. فالحمد لله الاسعار السنه اللي فاتت كانت ممتازه والسنه دي لحد دلوقتي ممتازه. نتمنى ان ما تنزلش عن كده يا رب. بس هو طبعا مرتبطه بالسعر العالمي. والحمد لله القطن المصري بدا عالميا يرجع لمكانه. يلا كبير. غير السنه قبل كده يعني كان الدهور بسبب الغش وبسبب حاجات مشاكل كتير في التسويق. تمام. حاليا من السنه الماضيه الحمد لله بدا ينافس عالميا ويرجع لسمعته العالميه. طيب تقول ايه بقى للمواطن اللي زيك او المزارع اللي زيك اللي هو شويه متردد عن زراعه القطن ومتخوف بيقول لك لا ده في اجراءات لسه مش موجوده ده في احنا بنطلب بحاجات اكتر انت تقول له ايه؟ لا هو حضرتك اجمالا انا مهما اقول انا راجل مقتنع بالقطن. تمام. فانا هقنعه بالقطن لكن هو اهم حاجه عنده السعر. يعني السعر يعني السنه اللي فاتت كان مزروع في الفيوم مثلا حوالي 9000 امتار. بسبب ان السعر رفع من 1800 لمتوسط السنه اللي فاتت 4000 ووصل في اخر الموسم 4600 زادت المساحه لحوالي 15000. السنه دي الحمد لله لحد دلوقتي فوق ال 4000. نتمنى انه ما ينزلش عن ال 4000. الفدان كم امتار؟
8 قناطير. 8 قناطير. انت زارع 70 فدان. 60 فدان. 60 فدان. ماشي. بس انا لسه انا يا دوب عينت الربع لان انا باخر في الجامعه شويه في الجني شويه. تمام. لحد دلوقتي الحمد لله 8.5 متوسط. تمام. اتمنى ما ينزلش عن كده. وبنحاول بقى احنا بقى بنسمد سماد عضوي وسماد كيماوي وبنخدم صح والبركه في الرجاله طبعا اللي هم الشركاء. وطبعا الفلاح هو اللي بيقوم كل حاجه. انا راجل صاحب مال ما الا علي الاشراف فقط. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. لا برضو انت جودك بيبان برضو وبتبارك. وبتبارك. الله يبارك للجميع. ربنا يخليك. الله يبارك لك. ربنا يخليك. بشكرك. بشكرك جزيلا. شكرا. دي حلقة من الحلقات المهمة من موضوع ان القطن يوصل للمجمع ده في الغيط. الكبس اللي انا كنت بعمله لحضراتكم كده بعد ما اتكبس او ده اللي انا كنت بكبسه ده هتلاقوا احسن كبسة في القطن كله. صح ولا لا؟ صح. هيجي 200 كيلو ان شاء الله. مش انت قلت لي كده؟ صح. احسن كبسة. احسن كبسة ان شاء الله. هيجي 200 كيلو ان شاء الله. لا والله. ان شاء الله باذن الله. قولك هيجي 200 كيلو ان شاء الله. ماشي. شرفنا بحضرتك. اسمك ايه؟ محمد عبد الغفار. محمد عبد الغفار. مزارع؟ مزارع. مزارع. وشغال عند الحاج احمد. ودي الارض بتاعت الحاج احمد. ايوه. الله يبارك له فيها يعني. الله يخليك. طيب انتوا هنا بتنزلوا بقى الحاجات دي بتكتبوا عليها اسم حضرتك؟ بتنزل سيادتك والفلاح اسمه بيكتب على كل كده. ايوه. طيب. اما الغيط تبع الحاج احمد عبد الفضيل. انت مزارع من بتاخد واخد ارض من الحاج احمد؟ ايوه واخد. ايوه. بقالك كام سنه تزرع قطن؟ بقالي 20 سنه. بجد؟ والله. انت متجوز من القطن؟ متجوز من القطن مرتين. متجوز مرتين؟ من القطن؟ طب ما تزرعش ثاني قطن بقى احسن تتجوز ثالث ولا حاجه؟ انا زرع بنكر بعد كفايه. الحمد لله. الله يبارك لك. كفايه اخر مره تزرع قطن السنه دي. الله يخليك. لا الحمد لله. الله يبارك لك. ما تزرعش قطن ثاني بقى. والبركه في ربنا وفي احمد الحاج احمد الفضيل اقسم بالله معانا 100 100. ربنا يبارك له 1000 مره. ربنا يكرمك. من غير التوزيع حاجه. الله يبارك له 1000 مره. يا ربنا يكرمك. انت هتنزل بقى الحاجه بتاعتك ديت وهم هيشوفوها. ايوه. طب بتاخد الفلوس امتى بقى؟ بناخد بعد ستك من الحاج احمد المورد ويرجع يديني. يعني بتاخد قد ايه؟ كام يوم كده؟ بتاخد 10 ايام. 10 ايام؟ بس بعد ما نسلم. ربنا يبارك لك. ينزل على المزاد وعلى المزاد الحاج احمد ياخد وسط ويدينا فلوس. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. الله يخليك ان شاء الله. ربنا يبارك لك. جميلة حسبوا عليها حلوة أصيلة والخير فيها بحرير يا بلد قصرنا. طيب دي مرحلة من المراحل اللذيذة بقى اللي الفلاح بيبقى شوية يعني شايف بقى ان هو داخل على حتة الفلوس. هيتوزن المحصول بتاعه وهيتحط هنا وبعدين هيكرروا المسألة دي ويعتمدوه وبعد كده بعد يومين ولا ثلاثة بياخد الفلوس. صح كده؟ ايوه نعم. طب حضرتك مين بقى؟ انا الاستاذ بهاء الدين محمد طه عبد الرحمن مسؤول تفتيش الموازين وزارة التموين والتجارة. جاي افصل ادي حق الفلاح. أيوة. وادي حق الشركة اللي هي بتشتري منه القطن. تمام. اللي بيطلع عليه المزاد. تمام. هو بيجي يوزن هنا. نعم. يخلص الميزان بتاعه ويتحط ال يتوضع الكيس هنا في مركز التجميع وبعد كده بيجي له مرحله فرز عشان ياخد الدرجه بتاعه التنقيه بتاعته. ومن هنا يتقيم بالفلوس. يتقيم بالفلوس. يعني طب بعد ما بيوزن وتحط البتاع بياخد الفلوس بعدها بامتى؟ بكتير خلاص 10 ايام. 10 ايام. 10 ايام ياخد مرحله اولى. مع الدفعه الاولى. طيب. 70%. عمنا الكبير. نعم. بيوزن وهو اللي بيقول قول دي كام دي؟ ثانية. حاضر ثانية. حاضر. بصوا بقى خلي بالكم من نبرة الصوت لما بيوصل للميزان. بص ارفع صوتك يا عبد الرحمن. ماشي. لازم يرفع صوته. 169. لو قالها 169 في السر مش هينفع. لا. لانه لازم صاحب ال كده. لازم الفلاح والتاجر والكاتب اللي بيكتب على الكيس. لازم كل ده يبقى سامع الرقم. وانت الثقه فيك انت بقى. طبعا. طبعا. يعني انت الرمانه. يعني احنا بنحكم بين الشركه والفلاح زي ما زميل الاستاذ بهاء قال. فاحنا لازم نبقى حكم ولازم نراعي ضميرنا. احنا قبل ما بنعلق كيس الصبح بنقرا الفاتحه ان ربنا يدي لكل واحد حقه. فلاح او تاجر او شركه. لازم نقرا الفاتحه الصبح. يا سلام. يا سلام. يا سلام. طب حد هنا مش راضي عن عمليه الميزان؟ حد هنا عايز يقول حاجه ممكن تضاف لعمليه الميزان؟ حد هنا كله راضي؟ كله تمام؟ شكل الفلوس جايه قريب. شكل الفلوس جايه. كل واحد ساكت. كل واحد ساكت. طيب بتنزل انت بقى المساله دي. طيب يلا يا رجاله كده ورونا الرفعه دي. والشنكل ده والحاجات الحلوه دي. ارفع. يلا يا رجاله. يلا هوب 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 هوب. ورصد الكيس 100 100 100 100 مية مية. واسمه بقى مكتوب. اسم الراجل المكتوب على رقم مسلسل ده بيكتب تبع الفلاح. تمام تمام. قول لي يا استاذ بهاء بقى بتعملوا ايه؟
ايوه بنكتب بقى هنا العلم الوزن اللي احنا بنصفيه هنا تمام للعميل تمام اللي هو بيصدر بيجيب هنا للشركه تمام للشركه تمام بياخد العلم الوزن ده بيحتفظ بيه انه وادي عندنا قطن. وانت تبع وزاره ولا تبع؟ ايوه تبع وزاره التموين والتجاره. تبع وزاره التموين والتجاره. انا ركبت موازين. ايوه ايوه ده ركبت. ايوه تمام. لا انا فاكر انت يعني شركه خاصه او ده شغلتك. لا 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 لكن انت بتقول انت تبع الوزاره. ايوه ده شغل جامد ده يا عم. طبعا لا 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 ما يجيبونا كده. لا احنا نروح البنجر ونروح القمح ونروح كل مكان. بفضل الله نقول كل رايحين عشان ندي للناس حقوقها. الناس الغلابه دي. قلنا كده برضو واحنا في الاطار ده مجموعه كده مختلفه من مش عايز اقول الفلاحين لكن المهتمين بالمجموعه وبالشغل اللي احنا بنعمله ده هنا الشونه مش كده بيسموها زمان كده مركز تجميع او حلقه تسويق او حلقه تسويق هناخد كده اراء كل واحد قاعد معانا برايه ايه في اللي بيحصل ونفسه في ايه وايه اللي يتمناه وبعدين بعد كده نجمع الخلاصه كده ونعرضها على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. عباس عبد القادر العشيري مهندس مكافحه بالاداره الزراعيه بإتسن. كل الكلام اللي هو اللي عنه القطن النهارده قام بلم الموضوعات كلها دكتور مصطفى كراجل علمي وبحثي والحاج احمد عفضيل كمزارع. تمام. انا اتكلم كرجل زراعه او مسؤول بالاداره الزراعيه بإتسن ان كل المقومات الزراعه متوفره من الوزاره لكن في حاجات بتنقص اللي هي بتنقص المزارع. معلش هترك عملي كمهندس زراعي واتكلم بصفه الفلاح. تمام. لانني بنزل الغيط معاهم كل يوم وعامل معاهم علاقات وعارف مشاكلهم. فاول حاجه من مقومات الزراعه عندي الميه. ازاي ابقى مطلوب مني ان انا ازرع محصول واوفر له كل الارشادات وكل التقاوي وكل المستلزمات الانتاج وما عنديش الميه اللي هي الاساس في الزراعه. صحيح. فدي يا ريت ان المسؤولين يبصوا للحته دي علشان زياده الانتاج بعمليه القطن كمحصول استراتيجي اقتصادي. تمام. للدوله اولا ثم المزارع. تمام. فدي حاجه. تاني حاجه معلش هو الزراعه لا تقصر في اي مجهود لكن لكل عدد المهندسين الزراعيين اللي هو الجندي المجهول فعلا المهندس الزراعي او المرشد الزراعي على قد قدره من الجهد والاستطاعه بيدي لخدمه الحقل الزراعي لكن قله الاعداد بتقل عدد الندوات الارشاديه اللي هو الاخوه المزارعين كانوا بيتكلموا سيادتك فيها دلوقتي. فانا بنادي ويعني يا ريت كل يتكاتف حتى لو الجمعيات الاهليه او كل الجمعيات التنميه تعمل عملية نقل المعلومة توعية. ويشتركوا في العمل توعية. الإرشادي. تمام. عن طريق الإدارات الزراعية. تمام. وينقلوا المعلومة للأخوة المزارعين في الأماكن التانية. لكن أنا على الوضع طيب. الحامي السندي في القطن بسم الله ما شاء الله صنف جيد جدا جيزة 95 المزروع هنا في مركز إتسا إكسار. تاني حاجة اللي هي جايز تكون قبلت الظروف الجوية في بداية الزراعة أخرت نسبة الإنبات أو عملت نسبة غياب معاه لكن الحمد لله المحصول طلع في النهايه محصول جيد ونشكر كل العاملين على مراكز بحوث القطن والعاملين بالزراعه. عندنا هنا ترعه غطوها المجلس الوحده المحليه غطتها بقى لها 5 سنوات وما بتعديش سيادتك ميه وهي دلوقتي بتستعمل بتاع حوالي من 500 فدان بتيجي 500 فدان من الارض دي. ده المفروض مين اللي ياخد باله من الكلام ده؟ طبعا المسؤولين عن شركه الري ماشي ومتغطيه ماشي. ودلوقتي ترعه اسمها ترعه ايه؟ ترعه عباس. ماشي ترعه عباس في ما بتعديش سيادتك الميه خالص في منشيه رحمي منشيه رحمي مركز قدس. حاضر هيسمع هتسمع وزاره الري. حاضر وما بتعديش الميه واحنا سيادتك دلوقتي الارض لو انت دخلت كده هتلقى نص الارض باين. حاضر بسبب الميه. حاضر حبيبي اتفضل يا باشمهندس اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محي الدين محمد مفتش ارشاد اطفى. اولا انا بشكر الاستاذ جابر على عيني على عيني يا حبيبي وبشكر الدكتور على عيني وبشكر الجهات البحثيه عامه على عيني. احنا في الاول وفي الاخر احنا وصلنا لايه؟ احنا وصلنا لايه؟ الانتاجيه في المحصول زادت بناء على ايه؟ زادت بناء على حاجات معينه احنا بنعملها. تمام. ابتداء من خدمه الارض للزراعه. تمام. حتى الجني
يعني احنا بنعمل حاجات معينه يعني احنا بنتكلم برضو بالناس بمناسبه مشكله الري. احنا بنعمل ايه علشان نحد من المشكله دي او نحل المشكله دي؟ احنا كزراعه صحيح بنزرع القطن بنزرع القطن على مصاطب عشان نقل الكميه المستهلكه من الميه. يعني بنعمل المصاطب طب بنزرع القطن على مصاطب بنزرع اي محاصيل على مصاطب عشان نقل من استهلاك الميه. وكل الحاجات دي في خدمه الزراعه اولا وفي الاول وفي الاخر برضو بتدينا انتاج اعلى لفي المحصول. وما شاء الله يعني احنا وصلنا الانتاجيه في المحصول من 8 ل 11 و 11 ونص للناس هنا المزارعين قالوا نفس الانتاجيه بتجيب دي والانتاجيه حلوه جدا. ده وبالنسبه لموضوع احتكار الشركات المحافظ سياده المحافظ امبارح نبع على المزارعين وقال المزارعين لازم يحضروا المزاد يحضر على الاقل لثلاث مزارعين ويقولوا له المزاد ده لا مش نصفني هيتلغي المزاد. اجمعوا يا بلاد المليار مهم قوي ان احنا نعرف كل الاراء يا بدون تشنج وبدون زعيق وبدون شخط ونطر وبتاع. وبعدين لو احنا فتحنا المجال هنقعد بالساعتين عشان نقعد نرد على كل تفصيله. بس هي الاكبر في الموضوع ان احنا بناخد المشاكل دي وبتتعرض ايا كان المسؤول موجود معانا. المسؤول هيسمع السيد المحافظ المسؤولين في وزاره الزراعه المسؤولين في معهد بحوث القطن ومعانا طبعا الدكتور مصطفى ايا كان الامر. بس هي حاجه لطيفه يعني حاجه محموده ان الناس يكون عندها مشاكل وتعرض. وعلى الاقل لو كل واحد عنده مشكله فخدنا ست سبع مشاكل واتحلت هيبقى شيء بديع. يعني خلينا نختم الجلسه اللطيفه جدا جدا دي بالمسؤول عن حلقه القطن. اتفضل يا فندم. انا سيد عبد العظيم سعيد مسؤول عن مركز رحمي مركز اقصى حلقه تجميع القطن. اهلا وسهلا يا فندم. بالنسبه للمراحل بنبدا نستلم حضرتك اول مرحله بننزل القطن. بالنسبه للمشكله اللي قالها عم جمعه بموضوع التفويض هنقرب بس انا كان بيجيني جلاب او تاجر بيجيب لي راس التفويضات 10 تفويض 15 تفويض بيقول لي نزرع الارض بتاع الناس دي كلها. اصبح السنه دي لغينا موضوع التفويض عشان نمنع التاجر. بالنسبه للراجل اللي هو اتكلم عنه ان هو وريث انا وبيجيب لي اعلان وراثه وبيجيب تفويض انا وريث عن ابويا بيجيب طبعا اسمه في اعلان الوراثه بيجيب تفويض من الجمعيه ان هو زرع الغيط تمام فبقبل منه. انما ما جانيش تاجر جايب لي 10 تفويضات ب 100 فدان ويقول لي انا هورث. في فرق بين تاجر وصاحب الملك وصاحب الملك. التاجر بيجيب لك تفويض عن مجموعه من الناس ويجي يقول لك انا يقول انا زارع مش انا تاجر. ما هي دي يا استاذ جابر اللي احنا بنقول عليها المميزات بتاعت منظومه التسويق الجديده ان هي بتقضي على التجار الجلابين اللي هم بيجيبوا اقطان غير مزروعه عندهم وبيجمعوا من الفلاحين. ليه بقى؟ لان انا مثلا بقول انا هبيعها بالسعر الفلاني هو بياخدها من المزارع بسعر اقل من السعر ده فانا بربط المزارع على طول بحلقه التسويق عشان ما يحصلش خلط وكمان ما يجيبليش اقطان من التجار يحطها لي في الاكسار وده اللي عمل مشكله قبل كده بتعمل المشاكل اللي هي موجوده عندنا ودي من ضمن المميزات الكبيره جدا لمنظومه التسويق الجديده. ده يعني بيسموها كده من ايجابيات التحيات الخارجيه انك انت على ارض الواقع كده بتجيب مجموعه جدا من الناس او هم نفسهم بيحبوا يشاركوا في هذا الامر. كل واحد على الاقل بيقول وجهه نظر مش لازم يقول وجهات النظر او بيقول وجهه النظر بس في النهايه الواحد يعني بيسمع كذا راي مختلف وزي طبق كده بيتحط على مائره المسؤول ياخد مائره المسؤول هذا الطبق ويقول الدنيا رايحه فين وجايه فين. شكرا جزيلا. نورت يا أسن النيل يا حلاوة عليك يا جميل نورت يا أسن النيل يا حلاوة عليك يا جميل اجمعوا يا بنات النيل يا رب ده ملوش مثيل قطن ما شاء الله نورت يا أسن النيل